أيها المسلمون، إنه المعنى العظيم يختاره الله سبحانه وتعالى لأكرم رسله وأنبيائه، فيذكر في آياته الحكيمة: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ويصف نبيا من أنبيائه بهذا الكرم والشرف: نعم العبد إنه أواب. كلهم كذلك، وصفهم بما يحب، واختار لهم حقيقتهم عنده: هم عبيد. عرفوا واعترفوا وتقربوا إليه، وجعلوا أنفسهم لأمره ونهيه لا مخالفة ولا شك ولا اضطراب في ذلك، إنما هو الطمأنينة، فهو ذكره الذي يحبونه، وهو مدده الذي ينتظرونه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخلق الله الخلائق لذلك، وجعل أنبياءهم أسوة لهم، فأمر عبيده بما أمر أنبياءه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.